طيب، في الجزء الأولاني من المحاضرة أخدنا أو شرحنا البارت الأولاني من السام فورمات اللي هو جزء الهيدر. دلوقتي هنشرح جزء الريد ألايمنت انفورميشن. بعد السطور اللي مبدوءة بآت آت اتش دي آت اس كيو آت بي جي هيكون عندي مجموعة لاين، كل ريد بلاين زي ما اتفقت معاكو. يعني لو الفايل اللي هو الفاستا كيو فايل فيه 100,000 ريد، فانت بعد اسطر الهيدر اللي موجودة في السام فورمات او البام فورمات هيكون فيه 100,000 سطر. كل سطر من دول هيكون فيه الالايمنت انفورميشن الخاصة بالريد ده، تمام؟ فالفكرة كلها ان هو عاوز يقول لي بعد اسطر الهيدر هيكون فيه الالايمنت انفورميشن بتاع الريدز، وكل ريد بلاين، واللاين الواحد فيه 11 فيلد. اللاين الواحد فيه 11 فيلد، كل فيلد والتاني ما بينهم مسافة، المسافة حجمها قد ايه؟ تاب. يعني اللاين الاولاني الخاص بالريد الاولاني هيكون فيه الفيلد الاولاني وبعدين تاب الفيلد الثاني وبعدين تاب الفيلد الثالث وبعدين تاب الفيلد الرابع وبعدين تاب. هيكون عدد الفيلدز الموجودة في كل لاين، عدد الفيلدز الموجودة في كل لاين عبارة عن 11 فيلد او 11 معلومة، وال 11 معلومة دي السيباريشن ما بينها هيكون تاب، وكل فيلد من دول هيحتفظ بانفورميشن او هيكون ليه دلالة ومعلومة معينة. تعالوا نشوف ال 11 فيلد دول هيكونوا عبارة عن ايه. ايه هي الكريتيكال انفورميشن اللي هي موجودة في ال 11 فيلدز دول؟ طيب الكولوم هنا او ال 11 فيلد، طبعا انت عاوز تسميهم فيلد عاوز تسميهم كولوم تمام، بس لازم تكون عارف ان الفايل اللي هو انفسام فورمات هيكون تاب ديليميتد فايل فورمات، عشان لما تقرأه السبريتور كاركتر هيكون التاب تمام او السبيس تاب. يعني الفكرة كلها ان ال 11 فيلد دول، وطبعا هنا كاتب 12 زي ما اتفقت معاكو ان السبيسيفيكيشن بتاع السام فورمات كل شوية عمال بيتجدد، ففعليا هم 11 فيلد، بعد كده هتلاقيهم 12 13 14، ده على حسب التوصيف كل ما بيحصل له updates تمام. طيب الفيلد الاولاني او المعلومة الاولانية او الكولوم الاولاني بتاع كل ريد هيكون فيه الكويري نيم. الكويري نيم اللي هو عبارة عن اسم الريد. مش انا متفقة معاك ان في الفاستا كيو فايل كل ريد كان يمثل باربع سطور؟ السطر الاولاني هيكون فيه ات وبعدين الهيدر بتاع الريد، يعني الريد اي دي، وبعدين السيكونس الريد ذات نفسه، وبعدين السطر اللي وراه هيكون بلس، هيكون نفس الريد اي دي وبعدين الكواليتي سكور. طيب كل ريد من دول ليه هيدر، ليه نيم اللي هو بيبقى جاي بعد علامة الات في الفاستا كيو فايل. الريد اي دي ده او الريد نيم ده هو هواه الكيو نيم اللي موجود في السام فورمات. فالكيو نيم او اول معلومة هتكون في ملف السام فورمات لكل ريد الكيو نيم او الريد اي دي او اسم الريد تمام. بعدين هيكون تاب، وبعدين هيكون في فيلد او كولوم تاني هيكون الفلاج. الفلاج ده عبارة عن رقم، الرقم ده عشري. طبعا انتوا اخدتوا الريبريزنتيشن بتاع الارقام في الهكسا ديسمال وفي النظام العشري وفي الباينري. الفلاج ده هيكون قيمة عشرية، يعني قيمة في النظام العشري 100 299 وهكذا. القيمة دي فكها باينري، يبقى هتتحول كأنك بتحول من عشري أو من النظام العشري للنظام الباينري، من نظام الديسمال للنظام الباينري. فلما بتحول من عشري لباينري فأنت فعليا بتفك الرقم لمجموعة أصفار ووحايد. كل صفر وكل واحد كل بت هيبقى ليها مدلولة معينة
أو قيمة معينة أو information معينة. تاني، الفلاج هو عبارة عن رقم، الرقم ده ممثل جوه الملف in decimal. هتفك الرقم ده لشوية أصفار ووحايد، يعني هتطلع الباينري ريبريزنتيشن بتاع الرقم الديسيمال ده، وهتشوف كل بت تمثل ايه. كل بت ليها مدلول او قيمة معينة. انا معرفش انتوا اخدتوا في الارك الفلاج ريجستر، فالفلاج هنا زيه زي الفلاج ريجستر بالظبط. كل بت في الفلاج ريجستر هيكون ليه قيمة معينة او مدلول معين عندنا في عملية الـ Alignment Information. بعدين الفيلد الثالث أو الكولوم الثالث هيبقى فيه الريفرنس نيم. الريفرنس نيم اللي هو عبارة عن اسم الريفرنس. حد هيقول لي طب ما احنا كنا كاتبينه فوق at sequence name في الهيدر بتاع السام فورمات. تمام، الفكرة بقى ان الريفرنس نيم هنا هيفيدني لو انا فعليا كان الريفرنس فيه أكتر من كروموسوم. at sq السيكونس نيم في الهيدر بتاع السام فورمات اللي احنا اخدناه في الفيديو اللي فات، الفكرة كلها ان هو لو كان عندي مثلا اسم واحد للريفرنس فهيقول الهيومن ريفرنس جينوم، لكن الار نيم في الحالة دي انهي كروموسوم في الريفرنس جينوم. الار نيم مثلا كروموسوم 10، فانا عارفة ان الريد ده مابد لكروموسوم 10. الار نيم ده كروموسوم 20، فانا عارفة ان الريد ده مابد لكروموسوم 20، وهكذا. فممكن نعتبر at ال SQ اللي موجودة في الهيدر هيكون فيها السيكونس نيم الريفرنس نيم as a general، لكن specific بقى أنهي كروموسوم جوه الريفرنس هيكون هو موجود في الار نيم. بعدين البوزيشن، طب أنا قلت إن الريد ده مابد أو موجود في كروموسوم 10، من أول مكان بقى رقم كام؟ الستارت بوزيشن بتاع الريد بالنسبة للريفرنس فعليا هيبقى موجود في البوزيشن فيلد. البوزيشن فيلد عبارة عن اندكس او ممكن نقول بوزيشن او مكان بداية ظهور الريد ده جوه الريفرنس، وبيقول لك المكان ده one based alignment start coordinate، يعني مكان بداية ظهور الريد as a pattern جوه الريفرنس، وبيقول لك فعليا one based alignment معناها ان اول حرف جوه الريفرنس هيكون الاندكس بتاعه واحد زي ما انا اتفقت معاكم. الماب كواليتي، الماب كواليتي كنت شرحاها في اول فيديو خالص، اتفقت معاك ان الريد بيكون ليه مابنج كواليتي، قيمة تدل على الالاينمنت سكور او الكواليتي بتاع الالاينمنت بالنسبة للريد ده بالنسبة للريفرنس. حد هيقول لي المابنج كواليتي بمعنى ايه؟ لو انا قلت لك المابنج كواليتي بتاع الريد ده 0، المابنج كواليتي بتاع الريد ده 10، المابنج كواليتي بتاع الريد ده 20، 30، 40، لو تفتكروا لما انا جيت شرحت المابنج كواليتي سكور قلت لك انها زي الفريد كواليتي سكيل سكور، بمعنى كل ما زادت قيمة الماب كواليتي كل ما انا اكون مور تراستد اباوت البوزيشن، ان ده بوزيشن اكيوريت بالنسبة للريد جوه الريفرنس، وبالتالي المابنج كواليتي هنا القيمة بتاعتها فعليا هتبقى موجودة في الفيلد رقم 5. بعدين الفيلد رقم 6 هيكون فيه السيجار ستيتمنت، وهي عبارة عن استرنجاية انكودد بطريقة معينة عشان فعليا تشوف اماكن الاكزاكت ماتشنج والميس ماتشنج ما بين الريد والريفرنس. بمعنى السيجار ستيتمنت لما تشوفها وتفهم الانكودنج بتاعها، يعني تفهم طريقة كتابتها، هتعرف مثلا ان في 100 حرف ما بين الريد والريفرنس ماتشت كما هما، بعدين في انسيرشن في الريد بالنسبة للريفرنس، او في ديليشن في الريد بالنسبة للريفرنس، او مثلا في فعليا كليبنج، او في فعليا ممكن نقول ان بالنسبة ما بين الريد والريفرنس، ان يعني جابات ما بين الريد والريفرنس. فالفكرة كلها طريقة كتابة السيجار ستيتمنت الانكودنج بتاعها، وفعليا الانكودنج بتاع السيجار ستيتمنت بيبين لك الانفورميشن بتاع الالاينمنت ما بين الريد والريفرنس، بمعنى تعرف الاكزاكت ماتشنج، تعرف المس ماتش، تعرف هل في انسيرشن او ديليشن ولا لا. طيب الريدز نوعين،
ممكن تكون سنجل اند وممكن تكون بيرد اند. طيب لو الريدز بيرد اند فكل ريد ليه ميت، يعني ليه توينز. نيجي بقى لمعلومات التوينز. فعليا الكويري نيم اللي هو معناها الريد ده المعلومات بتاع الريد. طيب انا عاوزة بقى المعلومات بتاع التوينز بتاعه، بتاع اخوه التوأم، اخوه التوأم اللي هو جاي معاه من على نفس الفراجمنت. ما ننساش انا عندي انسرت سايز، عندي دي ان ايه فراجمنت معمول له سيكوانسنج من الشمال لليمين فورورد، واتجاه تاني معمول له سيكوانسنج من اليمين للشمال باكورد. فانا الكيو نيم هيكون فيه معلومات عن الكويري، عن الريد اللي في ايدي. حد هيقول لي طب الريد اللي في ايدي ده الفورورد ولا الباكورد؟ هنشوف الفلاج هو اللي هيحدد لي اذا كان الريد ده هو الفورورد ولا الباكورد، لكن لحد دلوقتي هو ريد. طيب الفلاج هو اللي هيحدد لي اذا كان سنجل اند ولا بيرد اند. الفلاج هو اللي هيحدد لي اذا كان الريد ده هو الريد الفورورد ولا الريد الباكورد. الفلاج هو اللي هيحدد لي الاستراند بتاع الريد، الريد ده جاي من فورورد ستراند او الايند تو فورورد ستراند ولا الايند تو باكورد ستراند. من الاخر انا عاوز اوصل ان الريد ده لو هو جاي من بيرد اند اكسبيرمنت ففعليا الميت ريفرنس، يعني بمعنى ادق كل ريد ليه توينز، فالتوينز بتاعه aligned to انهي ريفرنس، بمعنى الام ار ان ام اللي هو فعليا الميت ريفرنس نيم. الميت ريفرنس نيم اللي هو عاوز يقول لي التوينز بتاع الريد ده، الريد اللي معايا التوينز بتاعه مادته انهي كروموسوم، مادته انهي ريفرنس. حد هيقول لي ما هو بالتاكيد نفس الريفرنس او نفس الايه، نفس الكروموسوم نيم. طيب مش في اوقات ممكن الريدز تكون مابد تو ديفرنت كروموسوم؟ فانت فعليا لازم تقول الميت ريفرنس نيم انفورميشن، وبالتالي لو انا عندي ريد التوينز بتاعه مادته انهي ريفرنس او مادته انهي كروموسوم. طبعا التلقائي ان فعليا يكونوا الاثنين ليهم نفس اسم الكروموسوم نيم، ده الطبيعي والتلقائي وده الصح عشان الانسرت سايز، تمام. بس فعليا هو حاططها كفيلد موجود جوه السام فورمات. طيب الميت بوزيشن، طيب مش انا اتفقت معاك ان الريد التوينز بتاعه لازم اقول التوينز ده مابد تو انهي كروموسوم او مابد تو انهي ريفرنس؟ طيب طالما قلت مابد تو انهي ريفرنس، بدايه من اللوكيشن رقم كام بقى؟ التوينز بتاعه مابد تو كروموسوم 1، انهي مكان في كروموسوم 1؟ فبالتالي ده الميت بوزيشن. فالميت ريفرنس نيم والميت بوزيشن هي هياها، هيكون فيها شبه الكويري نيم والبوزيشن، بس الكويري نيم والبوزيشن ده بتاع الريد ذات نفسه، الكويري اللي معايا او الريد اللي انا ماسكاه. الميت بوزيشن والميت ريفرنس نيم هيكون بتاع اخوه او التوينز بتاعه. الاي سايز اللي هو الانسرت سايز، وزي ما اتفقت معاكم ايه هو الانسرت سايز شرحناها قبل كده. السيكونس ذات نفسه بتاع الريد ده، السيكونس اللي موجود في الفاستا كيو فايل هيكون في فيلد اسمه سيك، والكواليتي سكور بتاع الريد ذات نفسه اللي هي موجوده في الفاستا كيو فايل هتكون في فيلد اسمه كواليتي. وعندي الفيلد الاخير او الكولوم الاخير اللي هو كولوم 12 هيبقى فيه اوبشنال ستيتمنت، والاوبشنال ستيتمنت دي مهمه جدا لانها مع السيجار ستيتمنت بقدر احدد او اعمل كولينج للفاريشنز او كولينج ان انا افهم اماكن الانسيرشن او اماكن الديليشن او اماكن السبستيتيوشن، لو انا عاوز اعرف اماكن التشابهات واماكن الاختلافات والقيم. يعني الحرف ده او البوزيشن ده في الريد بايه او بجي وفي الريفرنس بتي، ففعليا القيم دي هتهمني ليه؟ لان انا فعليا اتفقت معاكم لما باجي اعمل اناليسز مثلا للسنيبس
اللي هي سنجل نيوكليوتايد فاريشنز او سنجل نيوكليوتايد بوليمورفيزم، الاختلافات بين السيكونسز وبعضها مثلا على مستوى حرف واحد. فانا محتاجه اعرف الريد فيه الحرف بايه والريفرنس فيه الحرف بايه. طيب على مستوى structural variation، جزء كامل inserted أو جزء كامل deleted، طب الجزء ده السيكونس كله على بعضه الانسيرتد أو الديليتد، هعرفه ازاي؟ بإن أنا أعمل analysis للسيجار statement مع الاوبشنال statement اللي موجودة في السام فايل. طبعا ده in general كده مراجعة بسيطة أو بمعنى أدق شرح سريع، لكن فعليا هناخد field ونشرحه. ده مثال تحت للريد، ريد واحد بس عاوز يقول لي الفيلد الاولاني اللي هو الكويري نيم او الريد نيم فعليا هيكون اهو ده واحد، وبعدين هيكون عندي تاب، وبعدين عندي قيمة هنا 99 اللي هي هتكون الفلاج. طبعا عشان افهم 99 دي تعني ايه، 99 دي همثلها باينري واشوف كل بت موجودة في انهي بوزيشن وكل بوزيشن مدلوله ايه او معناه ايه. بعدين عندي هنا تاب، وبعدين عندي تلاتة، تلاتة اللي هو فعليا هنا هيكون الريفرنس نيم، كده هعرف ان الريد ده مابد لكروموسوم 10. بعدين هيكون عندي سبيس، وبعدين اربعة، اربعة دي اللي هي هنا فوق هتكون البوزيشن، يبقى كده هعرف ان الريد ده مابد او المكان بتاعه او مكان وجوده جوه الريفرنس عند كروموسوم 10 بداية من المكان 50133. بعدين المابنج كواليتي هنا بصفر، واتفقت معاكم من اول محاضرة خالص ان المابنج كواليتي بصفر، يبقى معناها البروبابيليتي بتاع المابنج لوكيشن ده is incorrect، يعني معناها فعليا هو بيقول ان البروبابيليتي بتاع المابنج بوزيشن ده is incorrect بواحد، يعني معناها هو متأكد ان المابنج لوكيشن ده ايرور. يعني من الاخر لو عاوز تعمل اناليسز على الريد ده فانت عارف ان المابنج كواليتي بصفر، وبالتالي ان الاناليسز فعليا مش هتتم لان المابنج كواليتي هنا مش كبيرة ومش هتكون مساعداك انك فعليا تترست البوزيشن ده از مابنج بوزيشن. واتفقت معاك وبرضو في المحاضرة ان ساعات الالاينر بيطلع المابنج كواليتي بصفر لو هو مش قادر يحدد المابنج لوكيشن اكيوريت، يعني هو فعليا لو عنده اكتر من مكان ينفع مابنج بوزيشن فهو مش قادر يحدد انهي واحد فيهم احسن، فيروح يحط لك المابنج كواليتي بصفر كأنه بيقول لك دي سكور كده انا confused مش قادر احدد المكان. فلو انت هتبني اناليسز على الريد ده حط في بالك ان الريد ده المابنج كواليتي بتاعته صفر، يعني انا فعليا مش متأكد، وبالتالي ما تبنيش قوي الاناليسز على الريد ده لان المابنج كواليتي بصفر. اتفقت معاك كل ما المابنج كواليتي زادت كل ما كان احسن، واتفقت معاكو ان هي هتاخد الفريد كواليتي سكور سكيل يعني. تمام هنشوف بعد كده. تمام هنا برضو المعلومات اللي موجودة on the same file زي ما اتفقت معاكو 12 separated field، وهي tab separated، tab separated يعني ما بين كل field والتاني هيكون تباية. وزي ما اتفقت معاكو انا عندي 12 field او 11 mandatory field، والfield ال 12 اللي هو optional. وزي ما اديتكو نبذة عن كل field كده عبارة عن ايه، هناخد دلوقتي بالتفصيل كل واحد عبارة عن ايه. ده read واحد اهو، يعني ده كده كله على بعضه read واحد، ده كله على line واحد، يعني اللي انت فعليا لو قريته بريد line كل ده line واحد. لو بصوا كده جينا نشوف كام فيلد، ده الفيلد الاولاني، وبعدين الفيلد الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر، وبعدين ال11، وبعدين ال12. دول 12 فيلدز اهم، ما بين كل فيلد والتاني تاب ديليميتد، تمام او تاب سيبريتور. اول حاجه خالص هو عباره عن الكويري نيم، اول فيلد عباره عن الكويري نيم اللي هو الريد اي دي، اللي هو هيكون عباره عن الريد هيدر، اللي هو هيكون الريد اي دي اللي موجود بعد رمز الات
في الفاصلة Q file. تمام؟ طيب ده اسمه الريد نيم أو الكويري نيم، اللي هو عبارة عن الريد ايدنتيفاير، واللي هو بيبقى موجود بعد حرف الآت في الفاصلة Q file، الهيدر بتاع كل ريد في الفاصلة Q file. زي ما اتفقت معاك الالاينر، انت بتدي له الريفرنس وبتدي له الفاصله كيو ريدز. الفاصله كيو ريدز هياخد الهيدر بتاع كل ريد اللي هو بعد جمله الات او بعد السيمبل اللي هو ات، ويحطه كهيدر او يحطه في الفيلد اللي هو اسمه كيو نيم او كويري نيم. زي ما شرحت لكم الترم اللي فات ان الريد اي دي او الكويري نيم بيبقى فيه معلومات عن السيكوانسنج اكسبيرمنت، فعليا الريدز دي جايه من انهي اورجانيزم، فعليا كمان الريد دي او السيكوانسنج ماشين المستخدمه انهي لان جوه السيكوانسنج ماشين وانهي لان جوه الفلوسل، وهكذا معلومات عن السيكوانسنج اكسبيرمنت ومعلومات فعليا عن الانستريومنت اللي انا استخدمتها عشان اعمل سيكوانسنج للريد ده. طبعا فعليا بيبقى مكتوب بالشكل ده، برضو ممكن يكون مكتوب الريد لينف، ممكن يكون مكتوب كمان الريد ده هو عبارة عن فورورد ولا باكورد، يعني واحد ولا اتنين. ان جنرال هو الريد هيدر اللي بيبقى موجود في الفاصلة كيو فايل. طيب الفيلد اللي وراه اللي هو الفلاج، مش هسميها بت، الفلاج فاليو. الفيلد اللي وراه هو الفلاج فاليو. الفلاج فاليو طبعا انا كل سنه كنت بشرحها بالشكل ده في شكل جدول، السنه دي انا عامله جرافيكال ريبريزنتيشن لكل حاجه عشان حضرتك تفهمها بالتفصيل. اول حاجه القيمه اللي جايه بعد الريد اي دي او بعد الكويري نيم هي قيمه عشريه. قيمه عشريه، حلو الكلام. القيمه العشريه دي فكها باينري، لو فكتها باينري فعليا فكها باينري في 12 بت، يعني ال 16 دي از ديسيمال اكتبها باينري في 12 بت. ليه؟ بصوا كده الجدول اللي موجود قدامك، مكتوب كل قيمه في الباينري وبعدين في الديسيمال وبعدين في الهكسا ديسيمال وبعدين المينينج بتاع القيمه دي. تعالوا احنا نشرحها بشكل تاني وبشكل ظريف يخلي الموضوع سهل وتفهمه. اول حاجة بيقول لك الفلاج اهو عبارة عن قيمة، لو انت فكتها الباينري هتتفك مجموعة اصفار ووحايد، كل صفر واحد من دول بيديك yes or no information عن حاجة معينة عن الريد والريد alignment والريد mapping. بمعنى تعالوا نشوف الكلكيعة دي بطريقة سهلة. أول حاجة حط في بالك إن الفلاج value عبارة عن قيمة ممثلة في 12 بت. حد هيقول لي اللي مكتوب هنا 11 بت بس مرقمين من 0 ل 10، حلو الكلام، في آخر البرزنتيشن خالص هنزود بت 11 لان في السبيسيفيكيشن الجديد مزودين بتس تانية، وبالتالي فعليا كل ما هم بيعملوا ابديت للسبيسيفيكيشن فكل اللي بيعملوه ان هم بيزودوا بتس في الفلاج بتس، وبناء عليه البتس دي بيبقى ليها قيمة. بصوا الفلاج فاليو عبارة عن قيمة ديسمال فكها في 11 او 12 بت، خلينا نقول فك القيمة الديسيمال دي في 12 بت. كل بت من ال 12 ليها معنى وليها مدلول معين في الالاينمنت انفورميشن اللي طالعة من الالاينر. تاني الفلاج فاليو هي مكتوبة في السام فورمات كقيمة، يعني مكتوبة مثلا 16 99 100 قيمة ديسيمال. المطلوب من حضرتك فك القيمة الديسمال دي الباينري، يعني مثل القيمة الديسمال دي لباينري، وكل بت أنا هشرحها لك معناها إيه بالنسبة للالاينمنت انفورميشن أو مدلول البت دي إيه. يبقى الفلاج كله على بعضه ممثل في 12 بت من 0 ل 11، وكل بت من دول ليها معنى أو ليها دلالة معينة هنشوفها. البت رقم واحد ممكن تكون
البيت رقم واحد اللي هي فعليا صفر، البيت رقم واحد اللي انا اقصدها اللي هي من ناحية اليمين، اول بيت من ناحية اليمين. طبعا حد هيقول لي طب ما انت عامله صفر، الاندكس بتاعها صفر على اساس ايه؟ فاكرين لما احنا كنا بنمثل باينري ريبريزنتيشن بنقول اول بيت من ناحيه اليمين 2 اس 0، بعدين 2 اس 1، بعدين اس 2 اس 2، بعدين 2 اس 3، بعدين 2 اس 4، بعدين 2 اس 5، بعدين 2 اس 6 وهكذا. فالفكره كلها اول بيت من ناحيه اليمين، ممكن نقول البيت دي الاندكس بتاعها صفر، الاندكس بتاعها صفر يعني ايه؟ 2 اس 0، لان انا فعليا هعمل باينري ريبريزنتيشن. حلو الكلام. طيب البت اللي الاندكس بتاعها صفر هي بت، فتاخد يا صفر يا واحد. بيقول لك البت دي لو خدت صفر ففعليا الريد اللي الفلاج ده مكتوب قصاده هو سنجل اند ريد، يعني ما تدورلوش على توينز. مش انا اتفقت معاك ان الريد ممكن تكون جايه من سنجل اند او جايه من بيرد اند؟ طب فعليا الالاينر هيطلع لك معلومات ان الريد دي سنجل اند ولا بيرد اند ازاي؟ هيطلعها لك في الفلاج. فاول بت في الفلاج لو حط لك القيمه بصفر فانت تعرف ان الريد ده سنجل اند، يعني ملوش ميت، يعني ملوش ريفرنس ميت، يعني ملوش بوزيشن للميت، وملوش ميت، ملوش توينز. طيب لو اول بت من ناحية اليمين بواحد تعرف ان الريد ده جاي من بيرد اند اكسبيرمنت، وفعليا الريد ده ليه توينز. مش الفلاج ده هو تاني فيلد في السام، يعني تاني قيمة موجودة في السام فايل. طب اول قيمة الريد هيدر او الريد اي دي، الريد اي دي ده او الريد هيدر مكتوب قصاده فلاج. طب الريد ده هو سنجل اند ولا بيرد اند؟ هتعرف ازاي؟ الفلاج اللي مكتوب جنبه وليكن 16، 16 دي مثلها باينري في 11 بت. هناخد مثال في اخر الشرح خالص، مثلها باينري في 12 بت. حلو الكلام. ال 16 دي مثلها باينري في 12 بت. اول بت من ناحية اليمين لو بصفر وهي هتبقى في ال 16 صفر. ليه؟ لان انا لو مثلت 16 هتكون صفر 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 صفر، تمام، وبعدين هنا 2 اس 4 ب 16 صح، فبالتالي هتكون هنا صفر 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 صفر، هيكون هنا واحد، فبالتالي هنا هيكون صفر. فالصفر هنا في البيت الاولانيه هيبقى معناها سنجل اند ريد، ما تدورلوش على توينز. لو اول بيت من ناحية اليمين بواحد يبقى الريد ده جاي من بيرد اند اكسبيرمنت. طب حد هيقول لي هو انهي ريد فيهم، اللي من الشمال لليمين ولا من اليمين للشمال؟ اصبر على رزقك، لان في بيتس تانية هتقول لي الريد ده انهي ريد فيهم، بتاع اليمين ولا بتاع الشمال. حلو الكلام. يبقى اول بيت من ناحية اليمين عرفنا هي اللي بتحدد اذا كان فعليا الريد ده سنجل اند ولا بيرد اند. بعدين البيت التانية، البت رقم 2 برضو هي بت باينري، يا تاخد واحد يا تاخد صفر. بتقول لك لو بواحد يبقى الريد ماد ان ذا بروبر اوردر او ان ذا بروبر بير، لو البت دي بصفر يبقى الريد نوت ماد ان ذا بروبر بير. ايه معنى كلمه بروبر بير؟ فاكرين ان انا عندي سيكونس من الشمال لليمين وسيكونس من اليمين للشمال والمسافه بتاع الانسرت سايز كلها معلومه، فلازم فعليا المسافه اللي ما بينهم تكون كونسيستنت انكلودنج الريد لينث مع الانسرت سايز. يعني انا لما جيت شرحت الانسرت سايز الترم اللي فات قلت لك الريد الاولاني اللينث بتاعه والريد التاني اللينث بتاعه زائد الانر ديستانس كلهم على بعض هيديني الانسرت سايز، مش ده اللي انا اتفقت معاك عليه؟ طيب الفكره كلها بقى لما انت الالاينر بتاعك يوجد اماكن بتاع الريد والريد بيرز وفعليا الاماكن بتاعتهم تكون كونسيستنس مع الانسرت سايز،
حد هيقول لي طب الانسرت سايز عرفته منين؟ فاكر الاي سايز؟ مش انا اتفقت معاك ان في فيلد بيبقى فيه الانسرت سايز؟ فانت منطقيا الحسابات كلها مظبوطه، الريد من ناحيه الشمال والريد من ناحيه اليمين والمسافه اللي ما بينهم ومعايا الانسرت سايز، كل ده مع بعضه والحسابات دي بقول ان الريد ماد ان ذا بروبر بير. لو فعليا الالاينر طلع مكان ريد صح، واحد منهم صح والتاني المكان بتاعه غلط، وعرفت المكان بتاعه غلط ازاي؟ ان المسافة اللي ما بينهم مش متوافقة مع الانسرت سايز ومع الريد لينث، فبالتالي اكبر او اصغر، فبالتالي هتكون الريد في الحالة دي ماد بس مش ان ابروبر بير، ماد ان هي ماد. ماد يعني ايه؟ يعني فعليا هي هو فعلا لقالها اماكن. ركزوا معايا، الريد ماد يعني فعليا لقالها اماكن بس مش ان ذا بروبر اوردر ومش ان ذا بروبر بير، يعني مش ان كونسيستنس واي، مش كونسيستنت ديستانس، وبالتالي فعليا الريدز هنا فعليا اماكنها مش كونسيستنت مع المعلومات اللي موجودة عندي عن الانسرت سايز والريد لينث، ومش كونسيستنت كمان مع الكونسترينت اللي موجودة عندي في البيرد اند سيكونسنج اكسبيرمنت. طيب ساعات يقولوها لك بطريقة تانية، ريد ماد كونكوردنتلي او ريد ماد ديسكوردنتلي. تمام، لما يقول لك ريد ماد كونكوردنتلي يعني معناها read mapped in the proper order، يعني أماكن الريد بيرز متوافقة مع الانسرت سايز ومع الانر ديستانس ومع الريد لينث والحسابات بتاعتي كلها مظبوطة. فممكن يقولها لك read mapped in the proper pair أو read mapped concordantly. عكس الconcordantly discordant. يبقى الconcordant اللي هو الريدز والريدز بيرز والانسرت سايز والمعلومات كلها متناسقة مع بعضها، discordant في خلل، ريد حطيت واخترت مكانه، الريد التاني اخترت مكان تاني، المسافة اللي ما بينهم بمعلومية الانسرت سايز بمعلومية الريد لينث مش مظبوطة، فهو في الحالة دي الريد مابد بس discordantly او ريد مابد بس مش in the proper order. تمام؟ طيب البيت رقم 3 ممكن تكون بواحد وممكن تكون بصفر. الريد او البيت رقم 3 بتكون بواحد معناها ان الريد fails to align، يعني انا ما لقيتش مكان او ما لقيتش mapping position للريد ده جوه الريفرنس. تاني البيت رقم 3 لو بواحد يبقى معناها الريد ده fails to align. حد هيقول لي طب فعليا الريد fails to align انت كتبتيه ليه؟ لان فعليا السام فورمات بيبقى فيه الانفورميشن بتاع الالايند ريدز والان الايند ريدز، فانت لازم تكون عارف انهي ريدز الايند وانهي ريد ان الايند. ان الايند اللي هي فعليا ان ماب، فهو في بعض السبيسيفيكيشن يقول لك ان ماب كويري، يعني الالاينر ما قدرش يوصل لمابنج بوزيشن للريد ده جوه الريفرنس، فبالتالي الواحد تعني الريد فيلز تو الاين، والصفر معناها ان الريدز سكسسفولي الايند. حد هيقول لي مكان يخلي الواحد والتاني صفر؟ بناء احنا بنشوف السبيسيفيكيشن والفورمات سبيسيفيكيشن. تمام، هو قال ان الواحد تعني ان هو unmapped يعني not aligned يعني fails، يعني فعليا الالاينر ما قدرش ان هو يحدد مكان accurate للريد جوه الريفرنس. صفر معناها ان فعليا الالاينر successfully لقى مكان للريد جوه الريفرنس، يعني فعليا هو عاوز يقول لك الواحد unmapped query يعني query ملوش مكان، وصفر mapped query يعني query له مكان. عاوز اوصل لك كلمة query دي، لاحظ ان انا لو انا شغال سنجل اند فالكويري هيكون واحد، يعني الكويري هيكون في اتجاه واحد، لكن لو انا شغاله بيرد اند الكويري ده ممكن يكون الريد اللي هو في الاتجاه الفورورد، او الكويري هيكون في الريد اللي هو في الاتجاه الباكورد. فهو عاوز ياكد لي ان الكويري ممكن يكون انا بسال على الريد ده او بسال على الريد ده. تمام، طيب البت اللي وراها اللي هي
تلاتة لأني بادئة من الصفر، أو الرابعة لو أنا يعني هرقم من واحد، ممكن تكون بواحد وممكن تكون بصفر. البت دي تعني إيه؟ البت رقم اتنين، لو أنا بادئة طبعا من الصفر، البت رقم اتنين هنا كانت بتقولي إن الريد ذات نفسه fail to align، يعني mapped و unmapped. طيب مش الريد ده لو كان جاي من بيرد اند سيكونسنج اكسبيرمنت، فانا كمان لازم اسال على اخوه على التوينز بتاعه، ففعليا البيت اللي وراها هتسال بقى على الكويري ميت، اخو الريد التوينز بتاعه. لو البيت دي بواحد، البيت رقم 3 دي بواحد، يبقى معناها unmapped query mate، يعني معناها التوينز بتاع الكويري بتاعي ملوش مكان، الالاينر ما قدرش يوصل لمكان لي جوه الريفرنس، او الالاينر fails to align اخوه بالنسبه للريفرنس. لو بصفر يبقى فعليا الريد ميت او الكويري ميت فعليا ماد وليه مكان، والالاينر successfully find a position للميت بتاعه. فهمتوا الفكرة ازاي؟ يبقى انا فعليا البت رقم اتنين بتسأل على الريد ذات نفسه، البت رقم تلاتة بتسأل على الميت بتاعه. حد هيقول لي البت رقم تلاتة عشان اشيك عليها لازم البت رقم صفر تكون بواحد، صح؟ البت رقم صفر لما تبقى بواحد كده معناها ان الريد ليه توينز، تمام؟ ركزوا معايا، هي البت رقم صفر كانت بتقول ايه؟ لو بصفر فالريد من سنجل اند اكسبيرمنت، يعني الريد ملوش توينز. لو بواحد يبقى الريد جاي من بيرد اند اكسبيرمنت فالريد ليه توينز. رقم تلاتة بتشيك على التوينز بتاع الريد، رقم اتنين بتشيك على الريد ذات نفسه. فرقم تلاتة بتشيك على التوينز بتاع الريد، فعشان رقم تلاتة شيك عليها على التوينز بتاع الريد لازم البت رقم صفر تكون بواحد، بمعنى ان فعليا الريد يكون ليه توينز، يعني الريد يكون جاي من بيرد اند اكسبيرمنت. فهمتوا بقى الريليشن ما بين البتس وبعضها وما بين الاماكن والبوزيشنز وبعضها؟ طبعا لو انتوا كنتوا اخدتوا الفلاج ريجستر في الارك، فهو بالظبط الفلاج فاليو عبارة عن مجموعة بيتس، البيتس دي كل بيت ليها قيمة. الفلاج ريجستر في الارك كنا بناخد البيت بتاع الاند كاري، البيت بتاع الاوفر فلو، البيت بتاع الباريتي. فلما عاوز اعرف المايكرو بروسيسور الناتج الاوبريشن او ناتج الارثماتيك اوبريشن حصل فيها اند كاري ولا لا، كنت بروح اشيك على الفلاج ريجستر. حصل اوفر فلو ولا لا، كنت بروح اشيك على الفلاج ريجستر. الفلاج ريجستر هو الفلاج اللي هنا بالظبط، بس هناك كل بت كان ليها علاقة بالماثيماتيكال اوبريشن، هنا كل بت ليها علاقة بالسيكونسنج اكسبيرمنت وبالالاينمنت انفورميشن، تمام؟ طيب بيقول لي ما تنسيش برضو ان انت بتقولي الريد والريد ميت، فالفكرة كلها زي ما اتفقت معاكو ان الكويري بتاعي ممكن يكون الريد اللي في اتجاه الشمال او ممكن يكون الريد اللي في اتجاه اليمين، فممكن هنا ده الكويري بتاعي وده يكون الميت بتاعه، او يكون ده الكويري وده الميت بتاعه. يعني حط في بالك انا لحد دلوقتي انت عماله بتقولي الريد الريد الريد، بس ما حددتيش انهي ريد، ده الريد اللي من ناحيه الشمال ولا الريد اللي من ناحيه اليمين. هيجي لي بيتس بعد كده تقول لي كده. الفكره كلها هنا ان انا عاوز اقول لك ان البيت رقم 3 دي بدايه من البيت رقم 0، ان البيت رقم 3 بتقول لي لو بواحد يبقى الميت unmapped failed to align، تمام؟ وبالظبط هنا برضو يبقى انا دايما شغاله على الميت في البيت رقم 3، شغاله على التوينز. الميت في الحاله دي مش شرط يكون من ناحيه اليمين، ما هو لو الكويري عندي الشمال يبقى الميت اليمين، ولو كان عندي الكويري اليمين يبقى الميت الشمال. فهمتوا الفكرة ازاي؟ طيب فنركز ان الكويري ممكن يكون شمال او ممكن يكون يمين، والميت هو اللي قصاده على طول. البت تلاتة بتقولي اذا كان الميت مابد ولا انمابد. طيب
البت رقم 4 بتقول لي لو هي بصفر فالكويري الاستراند بتاعه يعني الايند بالنسبة للريفرنس في اتجاه الفورورد اللي هو الصفر، اللي هو فعلي الصفر ده يعني معناها لو البت بصفر، الصفر هنا معناها لو البت رقم 4 بصفر فمعناها الكويري بتاع الاستراند يعني الريد الايند في الفورورد دايركشن اللي هو في الواتسون ستراند اللي هو البلس ستراند. لو بواحد يبقى معناها الكويري الايند للريفرس كومبلمنت ستراند اللي هو الماينس ستراند اللي هو الكريك ستراند. طبعا زي ما اتفقت معاكو ان انا فعليا الالاينر بيكونسيدر الاتجاهين بتاع الريفرنس، يعني فعليا بكونسيدر الريفرنس في الاتجاه الفورورد من الشمال لليمين وفي اتجاه الباكورد من اليمين للشمال، وبالتالي انا بكونسيدر الاتجاهين. فالريد اللي موجود عندي لو دورت عليه في الاتجاه الفورورد وما لقيتوش مش معنى كده الريد مش موجود، لا هكونسيدر الباكورد دايركشن كمان وبالتالي كاني بشيك على الريد في الاتجاهين. فانا عاوز اعرف الريد ده او الكويري ده ماد للريفرنس في انهي اتجاه، الفورورد ولا الباكورد؟ لو البت رقم 4 بصفر يبقى هو ماد في الاتجاه الفورورد، لو البت رقم 4 بواحد يبقى هو ماد في الاتجاه الباكورد اللي هو الريفرس كومبلمنت. تمام، ما ننساش ان الدي ان اي كومبلمنتري ستراند، ما ننساش ان الدي ان اي عباره عن تو ستراند كومبلمنتري ستراند تو ايتش اذر. تمام، ما ننساش تو كومبلمنتري ستراند، واحد في الفورورد دايركشن سميناه البلس الواتسون ستراند، والتاني في الريفرس كومبلمنت اللي هو الماينس ستراند اللي احنا سميناه الكريك ستراند. ده الريد او الكويري. عاوز اشوف بقى الريد مابد في الاتجاه الفورورد ولا في الاتجاه الباكورد بناء على البت رقم 4. البت رقم 5 بقى هتلعب على الميت. حد هيقول لي الميت، ما انا خلاص عرفت الريد بتاعي فورورد ولا باكورد، مش انا برضو لازم اكونسيدر الكيس التانية لو الريد ده ليه توينز وبالتالي الريد ده ليه ميت؟ فانا دلوقتي عاوز اشوف الميت بقى بتاع الريد. حد هيقول لي البيت رقم 5 والبيت رقم 3 معتمدة على البيت رقم 0 انها تكون بواحد، صح؟ فهنا بيقول لي لو البيت رقم 5 بصفر معناها الميت التوينز بتاعه align to the forward direction اللي هو الواتسون ستراند، لو بواحد يبقى معناها الميت بتاعه او التوينز بتاعه align to the reverse complement اللي هو الكريك ستراند. فهو فعليا الريدز as a twins، لو ده الكويري يبقى ده التوينز بتاعه، لو ده الكويري يبقى ده التوينز بتاعه. البيت رقم 4 بتشيك على الكويري، البيت رقم 5 التوينز، البيت رقم 2 بتشيك على الكويري، البيت رقم 3 بتشيك على التوينز. تمام، هو عاوز يقول لي ده الكويري وده الميت، لو ده الكويري ده هيكون الميت، والبيت 5 بتشيك على الميت ستراند، صفر ولا سوري موجب ولا سالب، وهنا موجب ولا سالب، فورورد ولا ريفرس كومبلمنت. تمام، البيت رقم 6، البت رقم 6، البت رقم 6 لو بواحد معناها الكويري ده الفيرست ريد ان ذا بير اللي هو في الفورورد دايركشن. مش انا اتفقت معاك انت عماله بتقولي الكويري والميت، انهي واحد فيهم الكويري وانهي واحد فيهم الميت؟ البت رقم 6 هي اللي هتقول لك انهي واحد فيهم الفيرست ريد، يعني انهي واحد فيهم الفورورد دايركشن، يعني انهي واحد فيهم اللي هو في اتجاه من الشمال لليمين. البت رقم 6 لو بواحد معناها بتقول لك ان الكويري او الريد اللي مكتوب جنبه الفلاج ده ده اللي هو في الفورورد دايركشن. تاني، مش البتس دي كلها مع بعضها هتمثل لي باينري ريبريزنتيشن، هشوف الديسيمال المقابل ليها وهكتبه في الفلاج فيلد والفلاج ده هيكون قصاد ريد. طيب الفلاج ده قصاد ريد، الريد ده انا عاوز اعرف ده الريد اللي في الفورورد اللي هو في اتجاه الشمال لليمين
ولا في اتجاه الباكورد اللي هو اتجاه من اليمين للشمال، روح للبيت رقم 6. البيت رقم 6 لو بواحد يبقى الريد ده اللي هو الفيرست ريد ان ذا بير، يعني في الفورورد دايركشن. لو بصفر يبقى هو السكند بير اللي هو في الباكورد دايركشن. بصوا كده، عاوز يقول لي لو بواحد يبقى فعليا ده الكويري بتاعي، يعني الريد اهو في الفورورد دايركشن، هيبقى الميت في الناحيه التانيه اللي هو في اتجاه اليمين. لو بصفر، لو البيت رقم 6 دي بصفر، فعليا الكويري بتاعي هو اللي هيكون في الباكورد دايركشن اللي هو في اتجاه اليمين للشمال، والميت بتاعه هيكون في المقابل اللي هو في الفورورد دايركشن. هنا عاوز يقول لي الطبيعي الاول ان ده الفيرست ريد وده السكند ريد، ده الفيرست ريد وده السكند ريد. تمام، اتفقت معاك ان الريد اللي الفلاج مكتوب قصاده، انا عاوز اعرف هو الريد اللي في الفورورد اللي هو مكتوب شباك واحد، ولا هو الريد اللي مكتوب شباك اتنين. فالبيت رقم 6 لو بواحد يبقى الريد اللي الفلاج مكتوب قصاده هو اللي هيكون في الفورورد دايركشن، يعني هو اللي هيكون مكتوب شباك واحد، ده اللي هو السهم اللي مكتوب عليه شباك واحد ده اللي هو في الفورورد دايركشن في اتجاه من الشمال لليمين. تمام، طيب البيت رقم 6 والبيت رقم 7 هتلاقيهم الاثنين يعني اللي هو انت حاسس انها تكرار انفورميشن. طب ما انا في البيت رقم 6 قلت لو هو بواحد يبقى هو الفيرست ريد، لو هو بصفر يبقى هو السكند ريد. فلو هو بواحد يبقى هو الفيرست ريد، يبقى الميت بتاعه ايه؟ السكند. طيب لو هو بصفر يعني هو السكند، يبقى الميت بتاعه ايه؟ الفيرست. هو لا، جاي مكرر المعلومات هنا بطريقه عكسيه في البيت رقم 7. طيب البيت رقم 7 بتقول لي ايه؟ لو البيت رقم 7 بواحد يبقى الكويري هو عباره عن السكند ريد في البير، لو بصفر يبقى الكويري بتاعي هو عباره عن الفيرست ريد ان بير. بمعنى فعليا بيقول لي ان لو البيت رقم 7 بواحد يبقى معنى كده الكويري بتاعي هو اللي هيكون في الباكورد اللي هو في اتجاه من اليمين للشمال، يعني الكويري بتاعي هو اللي هيكون الريد التاني. وستة كانت بتقول لي لو الستة بواحد الكويري بتاعي هو اللي هيكون الريد الاولاني تاني. ستة وسبعة تحس ان اصلا تكرار، هي الفكرة كلها ان اتنين بتشيك على الريد، تلاتة بتشيك على الميت، اربعة بتشيك على الريد، خمسة بتشيك على الميت، ستة بتشيك على الريد، سبعة بتشيك على الميت. فستة لو بواحد يبقى الريد بتاعي هو فعليا الكويري اللي هو في الفورورد دايركشن. سبعة بتقول لي لو السبعة بواحد الريد بتاعي اللي هو الكويري بتاعي هو اللي هيكون في الباكورد دايركشن، اللي هو هيكون الميت اللي هو فعليا هيكون في اتجاه من اليمين للشمال. فستة وسبعة انا شايفة لان احنا اصلا قايلين واحد وصفر، فواحد وصفر الاتنين عكس بعض، فالمفروض الستة والسبعة الاتنين يكونوا بت واحدة، ما يتكرروش بالشكل ده. بس عموما السبيسيفيكيشن عاملها ان نرجع تاني، الستة لو بواحد يبقى الفلاج ده مكتوب قصاد ريد، الريد ده هو الكويري والريد ده هو الفيرست ريد، يعني فعليا هو الريد اللي موجود في الفورورد، يعني في اتجاه الشمال لليمين، يعني هو اللي موجود على الشمال، يعني فعليا هو الريد اللي مكتوب عليه شباك واحد ده. طيب نيجي بقى للسبعة، السبعة بتقول لو السبعة فيها واحد يبقى فعليا الريد بتاعي هو اللي موجود في الباكورد، هو اللي موجود في اتجاه من اليمين للشمال، هو التاني، يعني فعليا الفلاج مكتوب قصاد الريد اللي هو كونسيدر الريد التاني اللي مكتوب عليه شباك اتنين، يعني الكويري بتاعي هيكون هنا. تمام، اللي هو هيكون السهم في اتجاه من اليمين للشمال. وطبعا الصفر اللي هو الحالة العكسية، يبقى الكويري هنا في الأول والميت في التاني، وبالتالي كأن الحالة دي هي هيها نفس الحالة لما يكون البيت رقم 6 بواحد. وبرضو الستة فعليا لما تكون بصفر هي هيها الحالة لما تكون السبعة بواحد. فتحسوا كده ان فعليا الاتنين بيت دول كانوا المفروض يستكفوا ببيت واحدة عشان تقول لي انهي الريد هو في الفورورد وانهي الريد هو في الباكورد. بس الطبيعي ان الفورورد ريد اللي هو
الريد اللي مكتوب از شباك واحد اللي هو هنا، ودايما الريد التاني اللي هو في الباكورد اللي هو في اتجاه من اليمين للشمال هنا. وزي ما اتفقت معاكوا ان ممكن يكون ملف واحد فيه كل اتنين توينز ورا بعض. تاني ان فاريالتي، اما يجيلك كل الملفات اللي هي فعليا في اتجاه الفورورد في ملف، وكل الملفات اللي هي في اتجاه الباكورد في ملف، ويقول لك ده فاستا كيو 1 ودي فاستا كيو 2، وفعليا الفكره كلها انك هتاخد كل واحد قصاد التاني. يعني الريد اللي موجود في اللاين الاولاني في الملف الاولاني هيكون التوينز بتاعه الريد اللي موجود في اللاين الاولاني في الملف التاني. ساعات لا، هو ملف واحد ويقول لك ايه الريد والتوينز بتاعه وراه على طول، الريد والتوينز بتاعه وراه على طول، الريدز والتوينز بتاعه على طول وراه. هتفهم ازاي ان الريد هيكون في الهيدر بتاعه نهايته سلاش واحد، والتوينز بتاعه هيكون نهاية الهيدر يعني نهاية السطر اللي هو فعليا مبدوء بآد بالفاستا كيو فايل هيكون نهايته داش واحد او باك سلاش واحد، تعرف ان ده الريد اللي في الفورورد دايركشن. والريد اللي هيكون الهيدر بتاعه نهايته داش اتنين او باك سلاش اتنين، يبقى معنى كده ده الريد اللي هو موجود في الباكورد دايركشن. تمام؟ طيب عشان اشرح البت رقم 8، عشان اشرح البت رقم 8 تعالوا نشوف المثال ده. ده الريفرنس، ده الريفرنس اللي انا متفقة معاكم، وده الريد اللي فعليا داخل للألاينر، والمفروض الألاينر هيشوف أحسن مكان للريد ده جوه الريفرنس. الألاينر لقى إن في مكانين ينفعوا إن الريد ده يكون مبدي ليهم. فاكرين إن أنا قلتلكوا في أول محاضرة خالص إن أنا عندي ريبيتد ريجون، والريبيتد ريجون بتكمبليكيت الالاينمنت بروسيس عشان فعليا بتوجد لي ميني بوسيبيليتيز، يعني في اماكن كتيره تنفع انها تكون مابنج لوكيشن ما بين الريد والريفرنس. ففعليا المابر او الالاينر هيعمل ايه في الحاله دي لما يكون عنده اكتر من مابنج بوزيشن؟ هيختار الاحسن. بس في مثال انا اديته لكم في ساعات الاثنين زي بعض، يعني الاثنين فعليا ينفعوا يكونوا الاينمنت بوزيشن، هيختار انهي واحد فيهم؟ في اتجاه يقول لك اي واحد فيهم اتراندوم، في اتجاه يقول لك فيرست ان اول بوزيشن هختاره وديسكارد الثاني. في الاينر من شطارتها تقول لك ايه، اكتب لك كل البوسيبل مابنج بوزيشن، فيكتب لك واحد از برايمري والتاني از سكندري، يبقى البرايمري والسكندري الاثنين بوسيبل مابنج بوزيشن، وساعات الاثنين يكون ليهم نفس المابنج كواليتي، وساعات الاثنين يكونوا زي بعض في كل حاجه بس بيختار واحد فيهم ات راندوم، واحد از برايمري والتاني از سكندري. ساعات لا، يقول لك ايه المابنج كواليتي الاعلى هختاره از برايمري، والمابنج كواليتي اللي اقل منها بشويه صغيره هختاره از سكندري. فكرة هنا كلها بيقول لك لما يكون عندي ريد وليه بوسيبل الاينمنت بوزيشن وليكن المكان ده، وفعليا هنا هيكون عندي مس ماتش بمقدار حرفين، وعندي هنا برضو هيكون في مس ماتش بمقدار حرفين، فانا عندي مالتيبل مابنج بوزيشن، انهي واحد فيهم برايمري وانهي واحد فيهم سكندري؟ ده فايدة البت رقم 8. البيت رقم 8 لو بواحد، يبقى الريد ده او السطر ده الالاينمنت انفورميشن عباره عن سكندري الاينمنت. تاني، البيت رقم 8 هي اللي هتحدد لي اذا كان الريد ده او البوزيشن ده او المابنج لوكيشن ده او الالاينمنت انفورميشن اللي موجوده في اللاين ده برايمري ولا سكندري. لو البيت رقم 8 بواحد، يبقى الالاينمنت انفورميشن والالاينمنت بوزيشن والمابنج بوزيشن اللي مكتوب قصاد الفلاج، يعني ايه مش الفلاج ده هيكون مكتوب في سطر هيكون بدايته الريد وبعدين هيكون في معلومات عن المابنج لوكيشن، يبقى المابنج لوكيشن ده سكندري بوزيشن. تمام، سكندري بوزيشن يعني ايه؟ نوت ا برايمري. طب لو البيت 8 بصفر، يبقى ده عباره عن ايه؟
برايمري الاينمنت، واتفقت معاكم البرايمري هو الاحسن، وساعات لو الاثنين زي بعض في كل حاجه هختار واحد فيهم اتراندوم برايمري واحد فيهم اتراندوم سكندري. عرفتوا ليه ان الاينمنت بروجرامز وفعليا الالاينرز لحد دلوقتي فيلد اوف ريسيرش؟ كل دي مشاكل بتواجه الالاينرز، وكل ما زادت الكومبليكيتد بتاع السيكونسنج الاينمنت، وكل ما زادت الكومبليكيشن بتاع السيكونسنج داتا وزادت فيها الايرور وزادت فيها الكومبليكيشن بتاع السيكونسنج ماشين وزادت فيها الكونسيدريشن بتاع البوسيبل سيناريوز بتاع السيكونسنج ماشين، كل ما احتاجنا ان احنا نكونسيدر البوسيبل سيناريوز في عمليه الالاينمنت. تمام. طيب نيجي بقى للبت رقم 9. البت رقم 9 لو بواحد بيقول لك الريد نوت باسنج الفلترز such as platform vendor quality controls، بمعنى أدق ساعات الألاينر بيبقى فيه مجموعة function أو مجموعة أكواد فعليا بتعمل ممكن نقول quality control. يعني إيه quality control؟ يعني مثلا كأني بشيل low quality score، بشيل مثلا فعليا الأدابتر، بشيل شوية سيكونس فعليا السيكونس دي أنا لقياها بعمل لها تريمينج لأنها low quality score bases وهكذا. ففي فعليا أنا بيكون عندي مجموعة من الكواليتي كنترول أو مجموعة من ممكن نقول الفلتريشن. الفلتريشن دي فعليا أنا بطبقها على الريد وبطبقها فعليا على الريد قبل ما أعمله alignment. فساعات يقول لك إيه، ما تشغلش نفسك وتقعد تعمل alignment الريد، كده كده أصلا الأفريج كواليتي سكور بتاع البيزز اللي موجودة جواه قليلة، يعني من الآخر الريد ده أغلبه ايرورز، فيقول لك إيه اعمل له تريمينج، شيله احذفه. في أبروتش يقول لك صححه، وفي أبروتش تاني يقول لك طب ما هو أغلب البيزز ايرور فأنا صحح إيه ولا إيه؟ لا اعمل له تريمينج وشيله، وفعليا هتلاقي ريد تاني بيمثله في حتة تانية، لأن عملية السيكونسنج أتراندوم وبتقطع الجينوم حتت أتراندوم، فأنا فعليا أكيد الريد ده ما حصلوش سيكونسنج هنا، بس هتلاقي معمول له سيكونسنج في حتة تانية في مكان تاني، في مكان تاني يعني إيه؟ يعني ممكن نقول في بوزيشن تاني مع حتة تانية. الفكرة كلها عاوز يقول لك إيه؟ عاوز يقول لك إن فعليا لو أنا الريد ده عملت له اكسكلودنج من عمليه الالاينمنت، ونتيجه الاكسكلودنج ده ان الريد ده نوت باسنج اني فلترز او كواليتي ايرورز او كواليتي كنترولز او كواليتي موديولز او فعليا سام بلاتفورم تشيكينج، من الاخر اي كونديشنز انت طبقتها على الريد ولقيت الريد ده لازم يتم استبعاده لانه لا يحقق المينيمم ريكويرمنت المطلوبه، ففعليا حط البيت رقم 9 بواحد. وانت از بروجرامر تفهم لو الريد ده جاي من حته كريتيكال وهتعمل عليها اناليسز از بايو انفورماتيشن، وفعليا لقيت ان الحته دي فعليا تم استبعادها لانها ما حصلهاش باسنج لمجموعه الكواليتي فلترز اللي محطوطه على الريد، فانت فعليا تكون فاهم انك هتعيد السيكونسنج اكسبيرمنت تاني. فبالتالي 9 لو بواحد معناها الريد نوت باسنج الفلترز. اني بقى كواليتي فلترز انت عامل لها فورميوليشن او مثلا محددها زي ما اتفقت معاك. في ناس تقول لك انا بعمل تريمينج لللو بيزز، يعني بشوف كل بيز واشوف الكواليتي سكور، وفعليا لو البيز ده الكواليتي سكور بتاعه قليله هحذفه. في ناس تقول لك اشوف الافريج بتاع الكواليتي سكور بتاع الريد، لو لقيت الافريج كواليتي سكور بتاع الريد ده قليله هديسكارد الريد كله. في ناس تقول لك هشيل الاطرف بتاع الريد لان دايما الاطرف بتاع الريد هيكون فيها ايرورز. في ناس تقول لك انا هشيل مثلا هعمل تريمينج للادابتر سيكونس وهكذا، لو لقيت ريد كله ادابتر سيكونس مثلا باي اكسيدنتلي. فالفكره كلها كل دي كواليتي كنترول تشيكينج المفروض ان انا اعملها، ولو الريد حصل له ديسكارد بسبب الحاجات دي فانا هحط البيت رقم 9 بواحد، وفعليا هقول ان البيت رقم 9 بواحد لان الريد نوت باس الكواليتي كنترول فلترز. طيب نيجي بقى للبيت رقم 10. البيت رقم 10 بواحد لو الريد ده بي سي ار دوبليكيت، والبيت رقم 10 بصفر لو الريد ده نوت بي سي ار دوبليكيت. طبعا هو الريدز المفروض قبل ما حضرتك تعمل عليها الاينمنت وتعمل عليها
فعليا السيمبلي اتفقت معاك ان انا بعمل كواليتي كنترول للسيكونسنج داتا. يعني ايه كواليتي كنترول للسيكونسنج داتا؟ اشوف فيها ايرورز ولا لا، اعمل تريمنج للادابتر سيكونس، اعمل تريمنج لللو بيزز كواليتي سكور، وكمان اشيل البي سي ار دوبليكيت ريد. ايه معنى البي سي ار دوبليكيت ريد؟ ساعات الدي ان ايه فراجمنت، نفس الدي ان ايه فراجمنت بيحصل له سيكونسنج اكتر من مره، وطالما حصل له سيكونسنج اكتر من مره فالريدز اللي هتكون طالعه في عمليه السيكونسنج المتكرره دي هتكون دوبليكيتد لبعضها، وطالما هتكون دوبليكيتد لبعضها فانا المفروض قبل ما ابدا اعمل اناليسز اشيل الدوبليكيتد ريدز دي عشان فعليا ما تدينيش انديكيشن لحاجه معينه. وليكن لو انا بعمل اناليسز مثلا للجين اكسبريشن واشوف الهايلي اكسبريسد جين واللو اكسبريسد جين، يعني عاوز اشوف او اقيس الاكسبريشن ليفل بتاع جين معين، فانا هقيسه من خلال عدد الريد اللي الجين ده تواجد فيها. ففعليا لما الاقي ريدز كتيره جايه اصلا من نفس الحته، فانا مش هكون عارف انها جايه اصلا من نفس الحته، بس انا فعليا زي ما نقول كده عدد الريد هيديني انديكيشن ان الجين ده هايلي اكسبريست. فعدد الريد هنا كتر، بس مش كتر عشان الجين ده هايلي اكسبريست، لا، عدد الريدز كتر عشان الريدز دي دوبليكيتد من بعضها. زي ما اتفقت معاكم ساعات الدي ان ايه فراجمنت فعليا في عمليه السيكونسنج بيحصل له ذا سيم دي ان ايه فراجمنت بيحصل له سيكونسنج اكتر من مره، وطالما حصل له سيكونسنج يعني ذا سيم دي ان ايه فراجمنت حصل له سيكونسنج اكتر من مره، فبالتالي مجموعة الريدز اللي طالعة في عملية السيكونسنج بتكون دوبليكيتد لبعض، فالدوبليكيشن ده أنا لازم أشيله عشان ما يدينيش فولس أناليسز أو فولس ريزلتس لما أجي أعمل أناليسز وهكون حاطط في اعتباري الريد كاونت. الريد كاونت هنا هتكون كتيرة، بس مش كتيرة عشان فعليا مثلا الريدز دي جاية من ريبيتد ريجون، لا، فعليا الريدز دي هتكون كتيرة لأنه حصل دوبليكيشن في عملية السيكونسنج أصلا. فأنا قبل ما أعمل أناليسز مثلا كل اللي أنا هعمله إن أنا أشيل الدوبليكيشن وأعمل الأناليسز بعد شيالة الدوبليكيشن. فلو الريد اللي الفلاج ده مكتوب قصاده جاي من دوبليكيتد بي سي آر إكسبيرمنت، ففعليا البيت رقم 10 هتكون بواحد. لو هو ريد طبيعي ونط بي سي ار دوبليكيت فالبيت رقم 10 هتكون بصفر، البيت رقم 10 هتكون بصفر. طيب نيجي بقى للبيت رقم 12 او البيت رقم 11 لو بادئ من الصفر. ركز معايا كده، ده الريفرنس جينوم اللي موجود عندي، وده الريد اللي المفروض الالاينر هيوجد له المابنج بوزيشن او الالاينمنت لوكيشن. لو الالاينر خد الريد ده كما هو بدون ما يقطعه الحتت وخده كما هو on the linear order، يعني بنفس السيكونس الحروف ورا بعضها من غير ما يفصلها من غير ما يقطعها، وحط الريد كما هو on the linear order on the linear sequence السيكونس ورا بعضها واوجد له مكان، حتى لو الالاينمنت حصل فيها مثلا انسيرشن او ديليشن او حصل فيها ماتش او ميس ماتش، بسمي العمليه دي linear alignment. تاني عشان نشوف البت رقم 12 او البت رقم 11 لو انا بادئ من الصفر تمثل ايه، ركز معايا كده. دلوقتي انا عندي الريفرنس جينوم اهو وعندي الريد، وظيفة الالاينر ان هو يوجد لي احسن مكان للريد ده جوه الريفرنس. لو الالاينر خد الريد ده كله على بعضه من غير ما يقطعه من غير ما يقسمه لحتت، وخد الريد ودور عليه كله از باترن جوه الريفرنس، حتى لو في مسماتش، حتى لو في انسيرشن، حتى لو في ديليشن، لكن كل اللي عمله ان هو اوجد مابنج لوكيشن وخد الريد كله على بعضه as a linear order as a linear sequence بدون ما يقطعه،
بدون ما يقطعه، يعني بدون ما يقسم الريد ده لحتت، فبسمي في الحالة دي الاتجاه ده أو الشكل ده linear alignment، حتى لو linear alignment في حروف matched أو mismatched أو inserted أو deleted مع الريفرنس. ففي الحالة دي الفكرة كلها إن الألاينر خد الريد كله على بعضه، ما قسموش حتت. أمال في اتجاه التاني؟ في اتجاه تاني. بصوا كده، ساعات الألاينر مش قادر يقرر مكان للريد كويس جوه الريفرنس لو خد الريد كله على بعضه حتة واحدة. كل اللي هو هيعمله ان هو هيقسم الريد لحتة. في الحالة دي الألاينر هياخد الحتة الأولانية من الريد ويوجد ليها أحسن مابنج لوكيشن جوه الريفرنس. لو جينا بصينا هنا ان هو خد الحتة دي وحطها هنا، بس فعليا هو حطها هنا مش عشان ياخدها كما هي TCTA. قالك لو انا حطيتها في الفورورد دايركشن TCTA فعليا هيكون عندي اتنين mismatched position، اللي هو السي قصادها A والجي قصادها تي. طيب جرب الحتة دي بقى في الباكورد، في الريفرس كومبليمنت. الريفرس كومبليمنت انت هتاخد الحروف من اليمين للشمال، هتكون A وبعدين T وبعدين C وبعدين T، وبعدين تجيب الكومبليمنت بتاع الحروف دي. بمعنى الحتة دي خدها في الاتجاه بتاع الباكورد وهات الكومبليمنت بقى بعد كده، هتلاقي ان الحروف بقت تي مع التي، A مع الاي، جي مع الجي، A مع الاي. هو عمل هنا ايه؟ انه مش بس كمان قسم الريد لحتت، ده في حتت هيقارنها في الفورورد ستراند وحتت هيقارنها في الباكورد ستراند. وطبيعي ان الالاينر لما هو مش قادر يوجد possible position للريد كله على بعضه as a linear sequence جوه الريفرنس، سواء في اتجاه الفورورد او في اتجاه الباكورد، كل اللي هيعمله ان هو هيقسم الريد لحتت، وكل حتة هيشوف لها mapping position لوحدها. وفعليا كل اللي هيعمله ان هو هيجرب كمان الاتجاهين الفورورد والباكورد. طيب الحتة التانية هيلاقي ان احسن مكان ليها هنا، والحتة اللي وراها هيلاقي ان احسن مكان ليها هنا، والحتة اللي وراها هيلاقي ان احسن مكان ليها هنا. هو عمل ايه؟ الريد كله ما خدوش كله على بعضه as a linear alignment، ولكن كل اللي عمله ان هو قطع الريد لحتت وتعامل مع كل حتة لوحدها، وكمان كل حتة بدأ كمان، يعني لو تلاحظ دي الحتة دي خدها في الفورورد ما زبطتش، خدها في الباكورد. الحتة دي فورورد، الحتة دي فورورد، الحتة دي فورورد. ده كمان بما ان نفس الحتة دي طالعة من نفس الريد، لكن الالاينر عاملها ان بعض الحتت جاية من الفورورد ستراند وبعض الحتت جاية من الباكورد ستراند. في الحالة دي الالاينر بيعمل حاجة اسمها كيميريك او نون لينير الاينمنت. نون لينير الاينمنت لانه هو فعليا ما خدش الريد كله على بعضه حتة واحدة، قسمه حتت. وكيميريك لان فعليا الطبيعي ان الريد يتاخد كله على بعضه عشان فعليا تكتر عدد الماتش او الحروف المتشابهة ما بين الريد والريفرنس on the linear order. لكن الحتت دي كأن الالاينر بيقول لك ايه؟ احسن ما طلع لك ان الريد كله نوت ماب، اقسمه لك حتت واوجد لك على الاقل حتت، اقل الحتت دي ممكن تكون مابنج بوزيشن. وزي ما احنا عارفين ان كل ما الحتت صغرت كل ما البوسيبوليتيز بتاع المابنج لوكيشن بتاعها عليت، لان الحتت اصغر، واصلا احنا اي سي تي جي، وفعليا الريفرنس الجينوم اي سي تي جي. فلما الحتت بتكبر اماكنها بتصعب ان انا الاقيها باللينث ده، لما بتصغر بيوجد لي فرص احسن ان انا الاقي الحتت دي جوه الريفرنس. فالفكره كلها في النون لينير ان هو الريد ما خدوش كله على بعضه از لينير سيكونس، قسمه حتت. وكيميريك لان فعليا الحتت دي كمان عامل جزء منها في الفورورد ستراند، عامل جزء منها في الباكورد ستراند او في الباكورد اللي هو الريفرس كومبليمنت، وكمان عاوز يقول لك ان الاوفرلاب لينث، يعني فعليا الماتشد كاركتر
فعليا بين الحتت دي والريفرنس جينوم، احنا الطبيعي ان احنا نتمنى ان عدد الحروف الماتشد ما بين الريد وما بين الريفرنس يكون بطول الريد. يعني لو انت عندك ريد اللينث بتاعه ال، فانت تتمنى انك توجد ماتشد بوزيشن بمقدار ال جوه الريفرنس، يعني الريد كله يكون كامل كما هو جوه الريفرنس، يبقى ده الماتشد باترن بنسبة 100%. فلما الالاينر مش قادر يوجد ال ال بوزيشن، فبيحاول ان هو يسمح لك بماتش ومس ماتش. طب مش قادر خالص، يروح مقسم لك الريد حتت وكل حته ياخدها كانها ريد لوحدها، ويبدا يشوف احسن مابنج بوزيشن. في الحاله دي الموضوع ده كله على بعضه اسمه كيماريك او نون لينير الاينمنت. الالاينر بياخد واحد من الحتت دي ريبريزنتيف، وبياخد الباقي سبليمنتري. يعني ايه؟ مش ده الريد، والريد ده اتقسم حتت، اتقسم كام حته؟ 1 2 3 4. هياخد هيسمي واحد منهم ريبريزنتيف، يعني ده الاحسن، يعني ده احسن حته طلعت من الريد، وهياخد انهي احسن حته، عدد الماتشد كاركتر تكون اكبر من الريد. يعني بمعنى انا هنا عدد الحروف في الحته دي 1 2 3 4 5 6 7، وعدد الحروف في الحته دي 1 2 3، فانا هاخد السبع حروف ولا الثلاثه يكونوا ريبريزنتيف للريد الاينمنت. طبعا هاخد عدد الحروف الاكبر، يعني هاخد الحته اللي فيها عدد حروف اكبر من الريد الاصليه عشان تكون ريبريزنتيف للالاينمنت ده، والباقي اللي هي الحتت التانية اللي هي الاصغر في عدد الحروف هسميها سبليمنتري الاينمنت. تمام. طيب عاوز يقول لي ان واحد فيهم هيكون ريبريزنتيف وبيعتمد على الاوفرلاب لينث، يعني يحتوي على عدد الحروف الاكبر من الريد الاصلي، والباقي هيسميهم سبليمنتري الاينمنت. نستنتج بقى ان البيت رقم 11 هتعمل ايه؟ هتقول لي الالاينمنت ده ريبريزنتيف ولا سبليمنتري؟ عاوز تعرف الحته دي ريبريزنتيف ولا سبليمنتري؟ عاوز تعرف الحته دي ريبريزنتيف ولا سبليمنتري؟ هتعرفها ازاي؟ من البيت رقم 12 اللي هي البيت رقم 11 لو انا بادئ من الصفر. لو بواحد، يبقى الفلاج ده مكتوب جنب ريد اي دي، والريد ده متقسم حتت، واصلا الانفورميشن اللي موجوده جنب الفلاج ومع اللاين بتاع الفلاج ده عباره عن سبليمنتري الاينمنت. لو بصفر فهو هيكون نوت سبليمنتري الاينمنت، يعني فعليا ممكن نعتبره ريبريزنتيف او ممكن نعتبره الاينمنت عادي، مفيش فيه اي مشاكل ولا الريد اتقسم ولا اي حاجه، يعني هيكون لينير الاينمنت. تمام. تمام. يعني البت رقم 11 لو بواحد، يبقى الحته دي سبليمنتري الاينمنت، يعني فعليا كان في نون لينير الاينمنت والريد اتقطعت حتت، والحته دي سبليمنتري الاينمنت. لو بصفر ممكن نقول ان الصفر ده تعني ريبريزنتيف، وممكن نقول ان الصفر ده تعني ان هو ريد كامل ولينير الاينمنت والريد ما تقسمش خالص. تمام. طيب ده الريد اهو، ده الهيدر، ده الكويري نيم، ومكتوب قصاده 99 از فلاج. كل اللي انا هعمله هاخد ال 99 دي امثلها باينري في 11 بت، في 11 بت. تمام. همثل ال 99 ازاي باينري؟ بالشكل ده. طيب انا كده لما مثلت ال 99 ان باينري ريبريزنتيشن، لو جيت بصيت وقلت لك ايه المعلومات اللي انت تقدر تستنتجها من الباينري ريبريزنتيشن بتاع الفلاج بالشكل ده، اول بت تعني ان الريد جاي من بيرد اند اكسبيرمنت، تاني بت تعني ان الريد بيرز الايند ان ذا بروبر اوردر كونكوردنتلي، البت رقم 5 تعني ان الريد ميت الايند تو ذا كريك ستراند، البت رقم 6 تعني ان ده الفيرست اند ريد، يعني ده الريد اللي في الفورورد دايركشن في اتجاه من الشمال لليمين. ولو تلاحظوا ان المعلومات منطبقة بمعنى ادق كمان، لو جينا بصينا هنا مثلا عند البت رقم 4 اللي هي بصفر،
معناها ان الريد ده aligned to the Watson strand اللي هو فعليا في اتجاه من الشمال لليمين اللي هو اتجاه البوزيتيف اللي هو فعليا متوافق مع البت رقم 6 اللي هي بواحد اللي بتقول ان ده this is the first end read اللي هو الريد رقم 1 اللي هو في اتجاه الفورورد دايركشن اللي هو في اتجاه من الشمال لليمين. الناس ساعات بتترجم الوحايد بس وتسيب الاصفار وساعات تترجم الاصفار والوحايد ودايما هتلاقي ان كله متناسق مع بعضه. هتعمل ايه؟ كل بت من دول انا شرحتها لك لوحدها قلت لك يا بتاخد صفر او واحد بناء على ال 99 اللي مكتوبه دي. هتشوف الواحد تعني ايه وتكتب القيمه، بناء على ال 99 اللي مكتوبه دي هتشوف الصفر في البت رقم 2 تعني ايه، وبناء عليه تكتب الانتربريتيشن اللي انا شرحتها. تمام؟ عاوز يقول لي ان معنى كده الفلاج 99 ان ده الريد اهو في الفورورد دايركشن في اتجاه من الشمال لليمين، وان الميت بتاعه في الاتجاه التاني، وان الميت بتاعه في الاتجاه التاني. ده ملخص تاني للفلاج بيتس مكتوبة ورا بعضها بالشكل ده بشكل تاني يعني. طيب بعد الفلاج فاليو في السام فورمات، يعني ده الريد اهو وشفت الفلاج فاليو بتاعه اهو، ترجمتها لمجموعة اصفار ووحايد وعرفت ان الريد ده في الحالة دي هيكون عبارة عن سنجل اند ريد. ليه سنجل اند ريد؟ لان انا لو مثلت الستاشر فعليا هلاقي ان البت الاولانية اللي هي الاندكس بتاعها صفر هتكون بصفر، فبالتالي الريد ده عبارة عن سنجل اند ريد. طيب بعدين بعد الفلاج فيلد هيكون عندي الريفرنس نيم. ايه معنى الريفرنس نيم؟ يعني معناها الريد ده ماد لكروموسوم 20. طيب كروموسوم 20 بداية من المكان كام؟ 190930. فهمتوا الفكرة؟ يبقى معنى كده الريد ده الفلاج بتاعه 16، هقسم ال 16 دي صفار ووحايد واشوف كل بت تعني ايه. اول بت اللي هي من ناحية اليمين بصفر تعني ان ده سنجل اند ريد وليس بيرد اند ريد. تمام؟ وبالتالي البتس اللي هي بتشيك على الميتس والانفورميشن بتاع الميتس هلاقيها فعليا بصفار، وده منطقي ونشوفها. بعدين الريد ده ماد تو كروموسوم 20، فكروموسوم 20 ده الريفرنس نيم اللي هو الريد ده ماد ليه. طيب كروموسوم 20 بداية من انهي مكان الريد ده ظهر؟ بداية من البوزيشن 190930. كمان عاوز يقولك ان البوزيشن ده وان بيزد اوفست، يعني فعليا البوزيشن ده اللي هو 190930 على اساس ان اول حرف في كروموسوم 20 الاندكس بتاع اول حرف في كروموسوم 20 الاندكس بتاعه 1، يبقى كأن كروموسوم 20 بادئ من 1 وعند المكان 190930 هلاقي الريد ده ظاهر عندي. القيمة اللي جاية بعد البوزيشن اللي هي المابنج كواليتي سكور. المابنج كواليتي سكور زي ما شرحتها لكم في أول محاضرة هي عبارة عن قيمة بتعكس لي الكواليتي بتاع المابنج، او القيمه تعكس لي الكواليتي بتاع الالاينمنت بروسيجر او الالاينمنت بتاع الريد بالنسبه للريفرنس. كل ما القيمه بتاعه المابنج كواليتي زادت كل ما انا اكون مور تراستد ان الريد ده ماد لللوكيشن ده. تمام؟ وزي ما اتفقت معاكم في اول محاضره ان المابنج كواليتي سكور بتاخد الفريد سكيل كواليتي سكور، يعني هي تعكس البروبابيليتي بتاع ان المابنج لوكيشن از رونج. فانا فعليا العلاقه زي ما بنقول كده، لو البروبابيليتي ان المابنج لوكيشن از رونج بواحد يبقى المابنج كواليتي بزيرو، لو بواحد من عشره يبقى المابنج كواليتي بعشره، وهكذا لحد ما بوصل ان البروبابيليتي بان المابنج لوكيشن واحد من عشر تلاف، يبقى معنى كده ان انا مور تراستد اباوت المابنج كواليتي وبالتالي المابنج كواليتي بتعلى. نرجع للفيديو اللي انا شرحه فيه المابنج كواليتي في اول محاضره خالص، كنت شرحها باستفاضه. المسج اللي هنا كل ما الماب كواليتي عليت كل ما انا اكون مور تراستد
عن الريد ده والالايند بوزيشن بتاعه بالنسبة للريفرنس. تمام؟